السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير. اليوم مع وصفة جديدة، فطائر بوشيار، روعة في المذاق وسهلة في التحضير. وصفة من أصل مغربي، جربتها وعجبتني وحبيت نشاركها معكم. بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة. في إناء العجانة عملت 400 غرام سميد، اللي هي دقيق القمح الصلب بيكون رطب، و600 غرام فارينة اللي هو دقيق الأبيض، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة عسل، وملعقة صغيرة ملح. ممكن هذه العملية تعملوها بيديكم، ماشي شرط تكون عجانة، وجربوا الوصفة. لازم العجينة يكون القوام تاعها مثل القوام تاع السفنج. الآن نبدأ نعجن فيها. نضيف 600 ملل من الماء الدافئ تدريجيا، يتخلط المكونات فقط ونحبس العجانة كذلك باليد، غير تلتم العجينة فقط ما تدلكوهاش. لازم العجينة تكون هكذا، تكون مثل تاع السفنج. الآن نغطيها ونخليها ترتاح حوالي نصف ساعة. هذه هي من بعد ما خمرت، نعاود نهبطها ونقسمها إلى كرات. راني هبطتها هكذا كما تشوفوا، كما شفتوا. الان نقسمها الى كرات، كل واحد يعمل كرات على حساب المقاس اللي يحبه. طبسي او صينيه اللي نعملوا فيهم هاد الكرات لازم تكون مدهونه بالزيت، حتى الخبيزات نغطيو لهم وجههم كذلك بالزيت، ثم نغطيوهم بالبلاستيك. لما نجي نفتحهم نجيب ورق الطهي ونفتح فيها باش هكذا ما تغبنيش كي نجي نرفدها. عملت المقلاه سخونه ونحلها، نجيب الكرة الأولى ونحلها هكذا على ورق الطهي، وأني عاملة شوية تاع الزيت في يديا. بهذا الشمك متحلوهاش رقيقة بزاف، حوالي نصف سنتيمتر هذا هايدك. أنا عملت المقلاة تسخن، كما راكم تشوفوا عملت المقلاة تسخن. الآن بهذه الطريقة نحط الخبزة، نحي الورق، لما نشوفها خدات لون ذهبي في الجوانب نعاود نقلبها الجهة الأخرى. المقلاة تكون سخونة والنار الآن تكون متوسطة. لما تعمل هاد الكرات، تخرج هاد الكرات، هاد لي بول، نقلبوها الآن. جي بنين هذا بوشيار وسهل كما شفتوا في التحضير تاعو. شي شرط تعملوه بالروبو كما قلت لكم، عجنوه عجنة خفيفة، غير امتزجوا المكونات، خلطوا المكونات غير امتزجوا، عملوا القوام تاع العجينة تكون كما تاع السفنج، وخليوها يرتاح 20 إلى نصف ساعة يخمر، وعاودوا بداو طيبوا فيه. بعد ما خدات لون احمر من تحت نحيها ونعمل حبه اخرى. شوفوا معايا كيفاش يجي من الداخل، يجي روعه. عملت معاها قليل من الزبده والعسل من الفوق هكذا، ونقدموه، نقصوه الى قطع هكذا صغار. الحقيقة فطائر في غاية الروعة، يجيو بنان بزاف. أنا عملتهم بالعسل اللي طيبته في المنزل بذوق الفاني، ما عملتش فيه القرفة. وصفة العسل هذه ناجحة، نخلي لكم رابط الوصفة تحت في صندوق الوصف، لكن ما تعملوهمش مع هذه الوصفة على الفطائر هذو بالقرفة، عملوهم بلا فاني. في الأخير كامل ضيفوا الفاني في العسل باش هكذا يبقى الذوق تاعو. وبهذا أحبائي الفيديو وصل للآخر، إن شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم. جربوه واكتبوا لي في التعليقات كيف جاكم أي تساؤلات، كذلك نجاوبكم. إلى فيديو آخر في نفس التوقيت، 9 صباحا بتوقيت الجزائر. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.